كم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم بنات ولاد المتتبعين والمتتبعات العزيزين على القلب، كلكم راكم عزاز وغاليين. نتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، احوالكم طيبه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخبز منزلي اللي كاين دار فرمشة تعين من الساعه، تيكون واجد البنات تيجي الفطور رائع والكوتي مهم تيبغيوه الوليدات، تيكون ديال يدينا وصاوبناه بيدينا لوليداتنا مع واحد الكيك. الكيك ما غاديش نوريه معكم، غادي نوريه معكم حتى يطيب. حتى واحد الكيك درته غير بالقهوه والليمون وسقيته بالليمون نيت تيجي واعر، ما درت له حتى شي حاجه، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع الليمون والخل. صافي البنات هذاك باش طلعت الكيك ديالي وطلع ما شاء الله ما شاء الله روعه، هو كي تشوفوا كيطلع وانا روعه يا البنات، وكيطلع ناجح 100%، وتيجي فيه نسمه القهوه زوينه البنات. وهذا الخبز حتى هو اللي كيجي رائع اللي غادي ندير معكم على شكل باغيط. كي قلت لكم كاين اللي يبغي الكونفيتير، كاين اللي يبغي الزبده، الفرماج، النوتيلا اللي بغاو وليداتنا تيديروا فيه، تيكون عندنا ديال الدار ديال يدينا. المهم وتنصوبوا الكميه اللي بغينا حنا. نتمنى من الله تكون كتعجبكم الفيديوهات اللي تنحط معكم ام فاطمه زهره الطباخ، وينالوا الاعجاب ديالكم وكيعجبكم الفيديوهات. واذا كان تعجبكم المحتوى ديال الفيديوهات ديالي خليكم معايا وديروا لي دائما ابوني وبارطاجيو لي مع الاصدقاء والمعارف ديالكم، لانه دائما غادي نجيكم بالجديد ان شاء الله يا ربي باش كدعوا من الفائده على الجميع. المهم البنات صافي بسم الله جيو معايا، مشيو معايا للكوزينه باش غادي نشارك معكم هذا الخبز اللي غادي ندير هذا الصباح. جيو تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير ديال هذا الخبز، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم. وخليكم معايا يا حبايبي وحبيباتي وصحابي وصحباتي الاعزاء اللي عندي داخل المغرب وخارج المغرب، اللي تنحمق عليكم ودائما تنقول لكم تنموت انا عليكم. المهم اجيو معايا باش نحضروا هذا الخبز للفطور ونفطروا جميع ومرحبا بكم. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير هنيه صحتكم مزيانه. اليوم ان شاء الله بعد ما نوضت من النعاس كيما نوضت البنات، بغيت نشارك معكم الفطور ديال هاد الصباح. حداقيت البنات الحداقه الحداقه، درت واحد الكيك في الفران يطيب ما وريتوش معكم، ودابا غادي ندير واحد الخبز اللي بغا يدير به وليداتي هكا الفرماج، ولا يدوزو بها الفرماج ولا نيتيلا ولا اي حاجه بغاو يديروها بها الزبده. صافي البنات عندي هنا الحليب دافي، هاهو غندير جوج كيسان ديال الحليب دافي، هكذا جوج كيسان البنات فقط على عجنة غير بالحليب، هاهما هما كتشوفو جوج كيسان كبار باش تعطيني ما ندير داك شويه اللي غادي ندير. انا غادي ندير دقة وحدة، غنزيد نضيف هاد الفاني ونضيف الخميرة. انا عندي الخميره الطريه اليوم، حتى الخميره الفوريه كتجي رائعه. انا عندي الطريه المعجونه الخميره، نضرب هذه الخميره، ندير واحد جوج معالق ديال الدقيق باش نضرب الخميره ديالي، واحد المعلقه من السكر، هاد المعلقة ديال السكر، هاي معلقة غير قليل من السكر. هاد الخبيزة تيجي روعة البنات. صافي غندير شوية ديال باش نضرب ديك الخميرة، هكدا مكتحتاج دلك مكتحتاج والو، كتجي زوينة وسهلة كتجي رائعة. غادي نضربها هكدا مزيان باش كتضرب الخميرة الطرية، حيت إلا كان الطحين كطلع هي كتضرب، إذا ما درنا باش طحين مكتضربش مزيان. غادي نهرس واحد البيضة هكدا، نضيف الخميرة ديال الحلويات، صدقوني هاد القطائر إلا وجدتوها راه غادي توليو ديروهم الفطور، كيجيو على شكل خبز. ندير جوج معالق ديال الزيت نباتية، أنا سبق لي ودرت أنا تا كندير الحاجة لوليداتي عاد كنجربها معاكم البنات، تا كنديرها ونعاودها وتنعرف جات رائعة. عندي هنا جنجلان وشوية ديال الحليب، من بعد فاش غادي نقرص شوية ديال السمسم، هادي محمر السمسم، نحمروه ولا ما نحمروش ماشي مشكل، لأن غادي تقلى شوية بالزيت
فاش غنديروها. دابا غنضيف الدقيق، الدقيق غنضيفو صافي، ما عبرتش معكم باش نوريكم شحال كيهزو ديال الكيسان. يا غادي ندير هاني ميزاني حيت جوج كيسان تبارك الله راه هزو ما شاء الله ديال الدقيق، هزو حتى الكيلو. دابا غنزيد الدقيق، ولا بغيتو ديرو كمية قليلة نقصو من هادشي لي درتانا، ديرو غير واحد الكاس ديال الحليب باش تجربو الوصفة ديالكم كي غادي تجي. ومن بعد فاش دوي الفوار غادي ديرو كتير، حيت هادو نقدو نديروهم ساندويتش، نديروهم أي حاجة. تتشوفو مزال قصة الدقيق، فاش غنبغي نقصح غنعجن دابا بيديا باش كنعرف شنو درت. نزيد شويه ديال الدقيق، دابا غنزيد الدقيق غير شويه بشويه باش ما نقصح لي بزاف. بسم الله، غندخل دابا بيدينا كما تعرفوا اليدين تحيدوا الشغل نادم تقدر بك ما كتدلخ ما والو. هانتوما كما تشوفوا مازال غنزيد لها شويه ديال الدقيق. وانا كنضيف الدقيق باش ما تكونش جاريه بزاف، ما تكونش قاصحه عاوتاني بزاف. هاكو هي هذيك البنات، صافي. دابا غادي نجمع غير العجينه ديالي، ندير لها واحد البلاستيك غذائي ونخليها تضعف الحجم ديالها، عاد نرجع نقرصها ان شاء الله. هي العجينه ديالي بعد ما عجنتها هكذا صافي، وندير ندير لها شويه ديال الزويته باش ما كتبقاش لصق، وندير لها واحد البلاستيك غذائي ونخليها الخمار على خاطر تضعف الحجم ديالها، ونقرصها صافي هكذا. هانتوما ما دلك تما والو، حتى الطحين وما تلفتوش مزيان، يلا هذيك الطحينه اللي جمعت هكذا. هكذا غادي نخليهم، بعد ما درت لها شويه ديال الزيت باش غادي ما تبقاش تلصق. صافي هكذا البنات، دابا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وتضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم بعد. البنات ما تضاعف الحجم ديالها، هي كي تشوفو هكذا صافي. دابا خمرت مزيان، خبروا الخبيزات ديالي مزيان، غادي نهنعهم هكذا باش نبقى نقرصها، وغادي نطيب دغيا البنات. ما غاديش زعما نخليها بزاف ولا، كما تتشوفوا ها هي. غادي نقطعها قطع صغار هكذا، صغار على حساب الحجم اللي بغيتو نتو هكذا. ضفت واحد الزيف، شويه ديال الحليب، هو كبقى لي من داك الحليب اللي درت اللي طيبت منه، ونبقى نخشي هكا في الحليب كما تتشوفوا، وندير هكذا في الجنجلان هكذا البنات. ونحط نكتا نقرص القريصات ديالي كلهم هكذا. نعاود معكم وحده اخرى، والحجم ديروا نتوما قداش بغيتوا. تنخشيها في الحليب هكذا، وتنجبدها وتنديرها في السمسم هكذا كما تتشوفوا. ونحط حتى نسالي الدريسات اللي عندي قلتلكم كلهم قداش بغيتم، وغادي نرجع نطيبهم ونوريكم كي غندير لهم وكيف تيجيو. كيجيو زوينين، كيجيو روعة. هانتوما كيجيو للفطور للساندويتش لأي حاجة بغيتو ديروها. زويه فيكو عندنا نقي ديال الخبز ونحطو فيه، يا البنات غنستمر هكذا حتى نسالي. بعد البنات ما ساليت، جاني هاد الجنجال حدو قدو هكذا كما تتشوفو صافي. انا ساليت صافي، نحيد الحليب جانبان ونحيد شويه الجنجلان اللي بقى لي، غادي نزيدو عليه مع كذا
صافي نوريكم المرحلة التالية. عندي شوية ديال الدقيق ندير هكذا، ندي ونجيب هكذا حتى تشوفوا شوية ديال الدقيق هكذا هكذا باش كنرصيو داك الجنجلان ما كيتحركش هكذا. كما بغيتو تضربوهم بغيتو تضربوهم هكذا طوال ضربوهم، ديروهم على شكل دويرات ديروهم هكذا صافي على هاد الشكل هذا. نستمر هكذا حتى نسالي الكميه اللي عندي كلها. نعاود معكم وحده ثانيه ندير شويه ديال الدقيق باش ما كتلصقليش، غير شويه من الفوق باش كيرصى هذا هكذا تكونوا خفافين كما تشوفوا. ندير لهم الحلال ولا الدلاك ولا كي بغينا نسميوه هكذا على شكل باغيطات هانتوما الحجم اللي بغيتوه غادي ديروه قدام عينيكم. غادي ندير هكذا ندير شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقش علينا. غادي نستمر البنات هكذا حتى نسالي الكميه اللي عندي كلها وندور نطيب معكم. صافي البنات بعد ما قرصتهم كلهم ها هما دابا غادي ندوز ندير المقله مباشره، ما غاديش نخليهم يخمروا بزاف. صافي هذيك هي الخميره ديالهم هي داخل الاولى، دابا غادي نبدا نطيب ونوريكم. البنات انا درت ما يطيبوا كي تشوفوها مباشره، درت الزيت ديالي سخن هانتوما ما كيشربوا لا الزيت لا والو. ها هي طابت البنات تحمرات مزيان تجي بحال الشكل ديال المقروط يجيو زوينين هما. صافي غادي نقلبها شكي كتنفخ البنات كدي رائعة. صافي هكذا نستمر حتى نسالي الكمية اللي عندي كلها هي تدوز لي المقلة جوج، وما كنديروش الزيت كثير بزاف وما نديروش الزيت البنات زايد ما كيتلفقوش هكذا ما كيخرجوش من داخل هكذا تيجيو خاويين من داخل. باش نبداو نديرو فيهم الفرن راه نديرو فيهم الميطيل نديرو فيهم اي حاجه تيجيو خفافين. شوفوا هانتوما كيتلفقو مزيان مزيان بقاو مستعملين بالزيت هكذا من الفوق. وشوف هادي حتى هي راه طابت مزيان خاويين البنات هكذا زايد على التتبع هكذا. داك الزيت اللي كنديرو من الفوق هما باش كيتلفقو. وهذا السيرو ديال الليمون درتو باش نصبي الكيك ديالي اللي درت كيكة عادية. صافي غادي نحط الفطور ياكلو في الفطور وليداتي وتنديرو الكوتي ونفطرو دابا في الصباح هاد نهار الحد كنفطرو مجموعين. اللي يقدر يدير شي حاجة ياكلها كنحاولو باش نديرو لوليداتنا داكشي اللي يرضيهم. هاد الخبزة كيبغيوها خلاص هاد الخبزة هادي الصندويت كتجي واعره وكتجي سهله حتى في الخدمه كما شفتوا. يلا عجنت انا دابا كنطيب ما كناش نص ساعه تكون كنطيب الشغله. نزيد الجيب ديال غادي نشوفوا النقله ديالنا شحال غادي يهز ونرجع نوريكم الشكل النهائي في طبق ديال الشغله. شوفوا البنات ما شاء الله اللي بدا شي تنفخوا. شوف انتما هكذا كما كتشوفوا يجيو واعرين. صافي دابا قريبا نسالي البنات نطلعي واحد جوج وصافي. صافي نقلي دابا هاد جوج كما تشوفوا هكذا باش الجنجلان ما كنحمروش كيحمر هنا مزيان حتى كنقلبوهم كيزيدو وعاد يتنفخو. غير جربوهم لوليداتكم راه غيبغيوهم لكم الكوتي الفطور الكسكروط اي حاجه البنات جربوهم ما غاديش. وكيف ما شفتوني درتهم راه ساهلين ماهلين في المتناول. الماء غير طحين والحليب فقط
هانتوما فاش تنقدرو عليهم هاد الزيت كيتنسقو مزيان هكذا. دابا صافي طابت، غادي نحيدها ونديرو بيضة أخرى. هما هادونا البنات بعد ما ساليت داك الخبيزات ديالي اللي درت معكم، هما نحل معكم وحيده البنات كيفاش كتجي ما شاء الله. شوفوا كيف تجي البنات، هانتوما محلوله ما فيها لا البابه لا والو. نقدو نديرو نيطيلا، نقدو نديرو الشوكولات، نقدو نديرو اللي بغينا، الزبده. شو كي تجي روعه البنات، ونتمنى تجربوها. وسهله، مكونات بساط، ماشي شي حاجه كثيره البنات، ما فيه لا قطعه لا والو، ما معجنش. هنا قطعه وحيده اخرى هكا خصو يجي البنات. الكيكه ديالي بعد ما حتى هي طيبتها، هي درتها غير عاديه، درتها غير بالقهوه. انا كيعجبني الكيكه ديال القهوه البنات، وسقيتها بالليمون، كتجي روعه البنات، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف صراحه، كتجي رطبه البنات، وكتجي رائعه رائعه رائعه. نتمنى من الله تعجبكم، ونال الاعجاب ديالكم، وكون حسن ديال المشاهدين. وإلا عجبكم الفيديو اللي حطيت معكم اليوم، ديروا ابوني وبارطاجيو مع الاصدقاء والمعارف. واللي ما مشاركش في لاشين تنقول له مرحبا والف مرحبا، يابوني لاشين، يفعل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى يوم جديد وفيديو جديد. الى بقى العمر البنات ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد. ونتمنى يكون تعجبكم المحتوى ديال الفيديوهات، وتبقاو معهم حتى النهايه، حتى يسالي الفيديو اللي كنحط معكم.